جفاف. ذلك الغول المخيف يطل برأسه من جديد في الصومال، وهذه المرة تشتد حدته في جمهورية ما يسمى أرض الصومالي وولاية بوتلاند في شرق البلاد. مناطق واسعة كانت عامرة بالعشب تحولت اليوم إلى أرض قاحلة، والحيوانات التي كانت تقتات منه صارت مجرد أرقام وأثار تحكي هول ما يحدث. مواشينا كما ترون نفقت، والقليل المتبقي مهدد بالنفوق أيضا. نحن نشكو قلة الغذاء والماء بسبب القحط الذي ترونه، ولا ندري إلى متى سيستمر. ليست خديجة وحدها من تسكنها هذه الهواجس. آلاف الأسر تركت مرابعها حاملة ما خف من المتاع، يحدوها الأمل أن تنال رحمة السماء. فوطأة الجفاف على البشر والبهائم كما يقولون تفوق طاقتهم الاحتمالية مع قلة المساعدات المقدمة لهم. القحط أجبرنا على الرحيل والبحث عن أماكن يتوفر فيها الماء والعشب، لكن المشكلة أن تلك المناطق قليلة جدا بسبب سعة دائرة الجفاف. حياة البشر الآن في خطر. المساعدات المقدمة حتى اللحظة تقتصر على ما تقدمه السلطات المحلية من توفير صهاريج مياه للمناطق المنكوبة، وتقول سلطات أرض الصومال إن أكثر من مليون إنسان تضرروا من هذه الكارثة التي تفوق قدرتهم. نهيب بإخواننا الكرام في الدول الإسلامية والدول العربية والهيئات الحكومية والدولية وهيئات الإغاثة بسرعة مساعدة ونجدة إخوانهم في أرض الصومال أو الصومالي لاند، هذا البلد المتضرر من قلة الأمطار والقحط والجفاف. وإننا نسألكم بما تجود به أنفسكم من الغذاء والماء والدواء والمساعدات العينية وحفر الآبار الارتوازية والسطحية لتخزين مياه الأمطار. يبدو أن الحلول الطارئة لم تعد ناجعة لحل أزمات الجفاف المتكررة في الصومال التي تستنزف سنويا مقدرات هذا الشعب من الثروة الحيوانية التي تعتبر العمود الفقري لاقتصاده. جامع نور، الجزيرة، مقديشو.